في المقدمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات أرى اللي في المركز الثاني نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب بن لاحج الهاجري المعري في المركز الثاني، يغير ويندفع إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتب المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر ثاني بن عبيد بالكديدة. المركز الرابع نشوف وناخذ المركز الرابع من الجانب الثاني، من الجانب الثاني يتسلل الى المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم بقيادة المضمر نواب بن نوح البلوشي. وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد بمروشد. المركز السابع نشوف وناخذ اللي في المركز السابع في هذه اللحظات مياس لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر بخيت بن سالم المسافري. وفي المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثامن الشقب وصل وخذ المركز الثامن في هذه اللحظات لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني بقيادة المضمر فهد بن سالم بن مسعود المري. ننتقل إلى المركز التاسع، وفي المركز التاسع في هذه اللحظات باروت لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بن العري المري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى سكان المقدمة وبالأخص إلى المعري. المعري في المقدمة، يا سلام لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. دافع بالمعري في هذا الشوط يبحث عن النقطة الرابعة، السوبر هاتريك لهجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة. ها هو المعري في المقدمة. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الغزال، لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحمير. الشقب قادم بقوة، الشقب لسعادة الشيخ يعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني بقيادة المضمر فهد بن سالم بن مسعود المري. المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بن العري المري. وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد بن مروشد. وفي المركز السادس من الجانب الثاني نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المنتشي مطر بن سيب بن لاحج الهاجري. المركز الثامن في هذه اللحظات ينتقل الى المركز السادس، ها هو باروت لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتب. المركز السابع الذيب وشامان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز التاسع، هنا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم بقيادة المضمر نواب بن نوح البلوشي. وفي المركز العاشر الذيب لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نرجع إلى المقدمة، إلى المعري إلى شاهين. يا سلام يا سلام، شعار العاصفة، شعار هجن الرياسة في المقدمة. نشوف ونتابع الآن المقدمة مع المعري. المعري لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتب. المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. يا سلام على هذا الأداء، على الفكرة الأخوان المضمرين حتى هذه اللحظات ما صدروا اي اوامر ولا شبه اوامر على المعري ولا على شاهين، شبه اوامر طفيفه على شاهين. بدا يحلق، بدا يشكل خطوره على المعري على المقدمه. يا سلام شاهين والمعري، شاهين يتسلل ويندفع الى مقدمه هذا الشوط لهجن
لجن الرئاسة بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري دافع بشاهين إلى المقدمة، وبانت المنصة وبان خط النهاية وشاهين في المقدمة مع شعار هجن الرئاسة، شعار الخطر، الشعار الحمر في المقدمة. ها هو شاهين تشاهدونه الآن على مقدمة هذا الشوط، يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر صالح بن سعيد بالعري المري على فوز شاهين بالمركز الأول وعلى هذا الأداء المتميز الذي قدمه هنا على أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشرة عبر قناة دبي ريسنج. المركز الثاني المعري لهجن العاصفة، المركز الثالث باروت لهجن العاصفة، المركز الرابع نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. والتوقيت الزمني ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 4 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطع المسافة في 6 دقائق 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر صالح بن سعيد بالعري المري والذي وصل في المركز الثاني المعري 6 دقائق 13 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الذي وصل في المركز الثالث باروت قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وقدرة 6 دقائق 17 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس.